السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا بخير على خير، ونتمنى تكونوا بصحه جيده انتوما وكل عزيز غالي عندكم. عواش مبروكه، ونتمنى هاد العطله تلقاكم في اتم الصحه والعافيه انتوما وليداتكم وكل عزيز غالي عندكم. اليوم واحد الروتين مسائي خفيف ظريف زوين، غنهضر معكم شويه البنات. غنقول لكم بعدا شكرا بزاف بزاف والله، شكرتكم في الفيديو، غنشكركم ثاني على دعواتكم، وغادي ندوز معكم واحد الحريره واعره واعره وفنه وكتوجد دغيا غتعتمدوها ان شاء الله في رمضان كامل. وغندوز معكم واحد فران صغير وبثمن زوين بزاف وكيطيب واعر في الطياب البنات. ونخليكم على الفيديو وفرجه ممتعه. نبداو البنات، نبداو الفيديو من هنا. دابا العشيه هذه البنات انا خارجه ما كنتش مشيت نجيب شي صخره نشاركها معاك، نصايب معكم واحد الحريره. انا هو فايته حاطه، غير انا حاطه في روتين ما يعني بزاف الاخوات ما شافوهاش، وكاينين اخوات جداد. هذه والله حتى غتعتمدوها رمضان كله وغتعجبكم، وغتعودوا كل نهار ديروا حريره طريه، يعني ما تحتاجوش طيبوا الحريره تخليوها. انا ما كنحملش البنات الحريره اللي هكا اللي كتكون في الثلاجه مثلا، كنبغيها طريه ديال النهار، وكنبغيها بهادي، كنبغيها بالقراده. راكم عارفين القراده كتخرج ديك العصاره ديال الربيع. انا غنقرد هذا واحد الربيط ديال الكرافس، غادي نقردها ونقرد القزبر ومعدنوس، ناخذ منه شويه، باغا نصايب واحد الحوته نقطع هادو ونرجع نهضر معاكم. صافي البنات، انا درت الحمص. صراحه انا عندي الحمص بجلوفو والحمص مقشر، كاين اللي كيبغي الحمص بالبيجامه وكاين اللي كيبغي بلاش. درت لهم شويه هكا وشويه هكا. هنا عندي الكرافس وقزبر ومعدنوس اللي قطعت والعدس. عندي هنا كيلو ديال المطيشه. هاد الطنجره والله ما عرفتش شحال كتهز، هادو هما الطناجر اللي كدوزت معكم ديال الاينوكس، ما عرفتش هذه الكبيره شحال فيها، المهم كبيره تبارك الله. درت هنا بصله صينه ومطيشه بجلوفها وكل شيء صافي. غادي ناخذ هنايا هذا السمن، غندير معلقه ديال السمن والبزار. البزار ما تكثروش في الحريره، اصلا ملي كديروا البزار شويه بالزيت كتجي الحريره مالح حاره، ما عرفتش علاش سبحان الله الحار في الحريره كيبان. درت نص معلقه صغيره، غادي ندير واحد معلقه صغيره ديال السكنجبير. هادو صغيورين بزاف، هادو الملحه غندير لها ايدي. غادي ندير الخرقوم، غندير واحد معلقه صغيره عامره حتى الفم. شو غندير الماء، بسم الله، ما تقليو ما حتى حاجه. ها نتوما هاد الحريره، انا كنقول لكم شنو كاين، واحد الحريره ما غتشبعوش منه والله ما غتشبعوا منه. دير قطعه كطيب، هو الماء ماشي هو هذا، راه مازال غنزيد غير فاش يطيب لي داك الحمص والعدس بركه. صافي غادي نغطيها وردها طيب واحد ساعه كما كان، يطيب الحمص يطيب العدس وغنكملوا ان شاء الله الطيب ديال الحريره. غير هي في التوجد كتوجد دغيا، يعني ملي يدخلوا من العيالات اللي خدامين ولا كيف يدخلوا يردوا وحدهم، اي وجدوا اللي غيسخنوا داك الشيء كتكون هي طابت. صافي كندوروا كل شيء في خطره واحده، كنطحنوا البصله وكنطحنوا مطيشه وكنديروا الطحين وكندوروا حريرتنا. راه هادي راه مجربين الاخوات، راه عجباتهم وعمليه عمليه، يعني اسرع حريره ممكن تلقاوها. صافي غادي نرد الطيب ونرجع معكم. ديت البنات هنا الشرموله ديال الحوت، درت الثومه والعطريه ديال الحوت كامله، شويه الحار شويه التحميره وشويه الخرقوم وصافي والحامض. غنشر من الحوته وغنديرها في هذا الفران. هذا البنات واحد الفران بحال الفران الكبير، غير هذا الصغير ديالو بحال هكا. الا كانت غير شي حاجه قليله هذا كيطيب ماشي غير كيسخن. الا كنتو عاقل البنات اللي معايا، كان عندي واحد انا كنت شاريها ب 500 درهم، كنت شاريها البنات هذاك الماركه ديال طوريس، كيعجبني فاش كنت في مراكش كنت شاريه. الا لقيت شي صوره ديالو غنوريها لكم دابا هنا، حيت دابا عطيتو حنان اختي. حنان كانت هرست لها البانيه ديالها وقلت لها كيخليه عندك هكا، قلت لها خليه عندك ومني تشري بانيه رجعي لي، حيت صراحه زوين. باش زوين ممكن طيبي فيه كيكه صغيره، ممكن طيبي فيه مسيمله، ممكن طيبي فيه حوته نص دجاجه، يعني عوض تخدمي داك الكبير كتخدمي الصغير. انا غنحلو معاكم، انا هذا صراحه ما كان جربته، ولكن انا حيت فايت عندي ما نحتاجش نجربه، عارفه طيابهم كي داير زوينين بزاف. هذا البنات راه 1000 واط 10 لتر، فيه لتحت والفوق، فيه الترموستا وهكا المكانه. هذا بالنسبه للاخوات اللي بغاو فران صغير عملي وعوض القلايه، كاين اخوات جاتهم القلايه غاليه كيدير الخدمه ديال القلايه، اي حاجه كدير القلايه كيديرها هو. ها هو يا البنات، ها
الكتيب ضروري ما نشوفه. بحال اللي كان عندي غير انا كانت عندي لا مارك ديال توريس وهذا ميروير بحال بحال راه هما نفس الموقع وادوكس كيجيب هذه وكيجيب سولاك. سولاك هو اللي عندي الكبير حتى هو فن. وهذا البنات من الروان هذا الصغير ديالهم هانتوما بحال اللي كان عندي كيتحل من هنا كيتنظف بسهوله فن يعني ما تحتاجوش تدخلوا يديكم لداخل. بالنسبه لهنا كتجي هذه دايره بحال هكا وختها كتجي الفوق. دابا انا غادي نشدو نطيب فيه الحوته اللي قلت لكم هز لي كلاطات هز لي حوته بشويه الفلفله وب بحال كل اللي مريض مسكين الله يشافيه ولا اللي كيبغي يدير ريجيم ولا اللي ما بغاش واحد الماكله وتشهى ماكله اخرى وعوض يخدم الفرن الكبير ممكن يخدم هذا الصغير. بالنسبه للحراره البنات كتبدا من 100 حتى ل 200 200 و ديال الصندادر والله ما تقرات ليا قيل 230. وهنايا البنات بالنسبه للوقت الا درنا شي حاجه بغيناها مثلا بغينا 10 دقائق صافي كتبقى الدور الدور هذه كيسكت الراس ديال البنات اللاطه ديالته. وهذه الشبيكه هاد الشبكه ممكن هكا الا بغيتو تسخنوا خبيز تكريو خبيز ولا بلا ما ديروا اللاطه. انا ما كنسخنش في اللاطه كنسخن في هاد الشبيكه. وهنا كنفرش الا عقلتوا انا غندوز لكم واحد اللقطه كيف كنت كنغسل الفران ديالي بحال هذا نيت وكنت كندير لي واحد الفيلم بابي الومنيوم كنفرشو هنا من كيتوسخ كنحيدو. يعني هذه كان عندي جديده ما كنتش ما كانش عندي موسخ. ولا بغيتو ديروا اللاطه كديروها فوق هذه ما كتجيش فوق الشبكه كتجي فوق هذه. يعني ممكن تحيدوا هذه وتخدموها باللاطه هانتوما البنات. ممكن ديروا الشبكه وممكن ديروا فوق منها اللاطه حيت بلاصه الشبكه بوحدها وبلاصه اللاطه بوحدها. اما كنتو غطيبوا في اللاطه وبغيتوها تبقى قريبه للعافيه هنا مثلا دابا انا غنطيب هنا غنشعل هذا وغنخلي الحوته طيب. هما راه كيشعلوا بجوج دقه واحده كيشعل الفوق والتحت البنات كيشعل ما كاينش ديال الفوق بوحدو لا كتخشي الحاجه كيشعل الفوق لتحت سواء الخبز سواء حوته سواء الدجاج بالزربه كيطيب. وتا هذوك واحد النهار درت معكم العقلتو البنات دوك الكاب كيك تا هما درتهم هنا صغيورين طابو طابو بالزربه ماشي فين وجد الفطور تا كانوا طابو. صافي دابا غنحيد هاد اللاطه نحيد لها الميكا وغنفرش فيها الخضره ونديرها طيب. صافي البنات كيما شفتو خديت ديك البيطه درت فيها فليفله حلوه لتحت وبطاطا وحيده وميطيشه وحيده ونص حامضه والفلفله حاره وخديت هاد لاصوص هذا ما غاديش نكثر الماء حيت بالزربه كيطيب هو كيطيب بالزربه على الفران الكبير. حتى البطاطا ما كتجيش مع النظره ما سلقتها ما حتى حاجه كتجي زوينه. خديت هاد لاصوص درت فيه شويه ديال العطريه وشويه مطيشه شويه الزيت وغنسقي به الخطيره. قبل البنات ما تخدموا فيه شعلوه شعلوه خليوه يتحرق مزيان تخرج منه واحد الريحه خايبه في الاول عاد ديك الساعه دخلوا ليه اللاطه ديالكم. انا غنشعلو ونخليه واحد ربع ساعه تقريبا ونطفيه ونعاود ندخل ليه اللاطه ونشعل عليها. صافي ما عنديش فيلم انا ما عنديش بابي الومنيوم اما كوني فرشته هنا باش يبقى هذا نقي وزوين ما عنديش تنشريه ونديرو ليه ان شاء الله. صافي يا البنات غادي نوريكم التقدي اللي تقديت نوريكم الويطه بعدا راه هي كطيب شتو. دابا الفراره شاعل من الفوق لتحت ما يمكنش تشعلي الفوق بوحدو لتحت بوحدو كيشعلوا بجوج دقه وحيد. البنات خديت الزبيب من عند الدر هشام والثومه. هشام كيبيع الثومه كيبيع الزبيب. دابا جيب القرقاع ارانو هايله القرقاع ولكن باقي ما حطوش عرفتوا بشحال القرقاع ب 40 درهم. انا غنوريه لكم دابا هذه الشريحه من عند عثمان. عثمان هو اللي حداه والتمر. شوفوا الشريحه كي دايره فنه بالحق. الشريحه خديتها لامي ماشي ليا دايره 100 درهم الكيلو البنات خديتها نص كيلو. هنا نوريكم الزبيب هذا ديال ولاد برحيل. هذا الزبيب تاع ولاد برحيل قال لي زوين عنده ثلاثه الانواع ديال الزبيب واحد داير 40 درهم الكيلو وواحد داير 30 وراه ما غاليش بالنسبه هكا في رمضان. انا كيعجبني الزبيب في الطويجات خديت جوج خديت كيلو مقسوم على جوج. ها هو البنات القرقاع كنت حيت هو مقدي ولكن ما حاطوش تما في الكاروسه بغات يكمل الزبيب. انا قلت ليه جيب ليا كيلو وجاب ليا كيلو. ها هو انا نهرس لكم حيد بلاتي زوين حيت انا باقي كاع ما قصت هادشي كي جبتو حطيتو بسم الله مكمل هكا نهيرة عرفت شويه بنات حلو دير لي 40 درهم ليه سمعت سميتي ما عرفتش سامعه مزيان مع الزبيب ومع داكشي
انا حيت خلصت ليه الزبيب وخلصت ليه الكركاع وخلصت ليه واحد الزبيب اخر شويه كبير، ياك هادشي اللي خديت انا هايله. هادشي اللي خديت عطيته 200 درهم ورد ليا الصرف، ولكن راه ولكن 40 درهم 40 درهم اللي قال ليا. نتسنى البنات الشامبينيون، هذا بغاتو اختي غنصيفطو لاختي، اختي تقريبا 30 درهم. شوف تبارك الله شحال فيها، ما تدي شحال. هاد التقديه هادي ماشي عند هشام، هشام ما عندوش هادي، هادي عند السيد داني عندو هشام صاحبو، كاين البنات في زنقة القواص مدفع الحريرة ياكو. وختي هادي، هادي بغاتها اختي ماشي انا، انا كانت عندي وحدة بحالها وتقطعات ليا. بغات دوموندي على داك علي اكسبريس ولا ماعرفتش شنو، قالت لي لقيتها بشي، قالت لي لقيتها غالية. انا خديتها البنات بسبعين درهم، نشوف وريقة طابي سيليكون شتي 60 درهم البنات. هاي هو البنات الحلاويات عنده داكشي الحلوى فن. هذه في ديك الزنقه البنات نيس، عرفت هاد الشامبون شحال كنشري انا؟ كنشري ب 40 درهم 45، خديته ب 25 درهم، عمرني ما خدتو بهذا الثمن، خديته مره واحده بهذا الثمن من الشمال فاش مشيت 25 درهم. هذيك الزنقه كلشي فيها رخيص، فيها العطاره، فيها كلشي. هذه البنات شوفي لا شابلي شحال دايره الويله، هذه واحد لا شابلي البنات من السما فيها العطريه وفيها كلشي، دايره 30 درهم هاد لا شابلير. هاد نشوف ما تكونش هي صافي مع الشبع، شابلير مع الشبع هايا بالاعشاب. هادو البنات شوفي اللي غير البيكربونات، عرفتي شحال فيهم؟ فيهم بزاف ما غاليين، 20 درهم البنات هاد القرعه، وخير الله فيها. انا كنبغيها هكا، كنبغي نديرها في الماكينه، كنديرها بزاف د الاستعمالات. هذا 5 دراهم ذهب، قال لك كيكا ذهب، انا جبت بهاد اللون هذا. وجبت مع عندو نيس لي كراميل ديال 30 درهم البنات، كان رخيص هذا. وجبت مع عندو واحد اللوز زوين، هو هاد اللوز داك اللوز العادي اللي كنت لقيت داك النهار ما لقيتوش، لقيت هاد اللوز صفر ديال 80 درهم، ولكن شوفو الحبة بكاش. والصراحة هادشي ماشي ديالي، هادشي بغاتو اختي، بغات تصايب السلة بالكثرة شوية، باغا تذوق صحاباتها اللي هي في الطاليان. صافي تقديت لها داكشي اللي خاصها، قالت لي تقدي لي، تقديت لها جنجلان، وتقديت لها جنجلان ديال 32 درهم باش خديتو، هاهو 32 البنات داير، وهذا داير 80 درهم هاد اللوز الصغر، ولكن راه حبات توعو كبار. وخديت ليها القمح حمرت، انا نوريه ليكم حمرتو قديتو، دابا خاصني غير نصاوب ليها ان شاء الله سلو باش نصيفط لها الكولية ديالتها نهار الخميس ان شاء الله الا بغى الله. بالنسبة لبنات الفيرميسيل شعرية الروز دايره 20 درهم، لقيت واحد المتابعه عنده قالت لي دايره 25 درهم، قالت لي غا هنا نيت فلوس القيصريه، هو داير لها 20 درهم ديال البنات هاي الكبيره هادي. صافي هادشي اللي خديت. هاد العطريه ماشي ديالتي، ديال سعيده، كانت صونات ليه، قالت لي خو اجمع لي العطريه وجمعها ليها. وسعيده مشات للعروبيه، ملي مشيت انا جبت لها عطريتها خلصتو فيها وجبتها معايا. العطريه ما نقولش لكم فنه، جاب لي عطريه ديك خطره جاب لي انا زوينه، جابها لامي عجبتها، وجاب اختي حنان حتى هي عجبتها. خدات على سعيده، خدات الخرطوم على جوج خطرات، خدات سكين جبير، خدات التحميره السارده والناشفه. باش نقول لكم الثمن ديال العطريه، والله ما حتى انا كناخذها مجموعه وكنخلص عليه. الا بغيتوها البنات العطريه نعطيكم النمره ديالتو وعيطوا لي وسولوا ديك الساعه على الرابعه شحال دايره، انا والله ما سولتو. ها عطريه اختي الكامون راه حيدته ونقيته، راه غادي نطحنوا ليها. جبت لها هنايا سكين جبير والخرقوم، هادو جبت نص نص هادو حيت كي راكم عارفين هادو كنستهلكوهم. وبالنسبه للخرقوع سكين جبير والبزار جبت رابعه رابعه، وجبت رابعه ديال الكمون بلدي. وصافي هادشي اللي تقديت، صافي جيت فحالي، اداني غير اداني البنات غير هداك الشيء اللي مسخراني عليه اختي، وشي خراقيط الحمام، وراكم عارفين صحاب الدار ساكن. المهم شحال من حاجه كانت وصلتني، مشيت تقديت هذا وجيت. وصافي هادشي اللي كاين، يلا انا غادي نجمع هاد الروينه منكم الطحين حق اللي حمرت. هذا تا هو البنات، هذا دقيق، هذا حمراته امي الصراحه، خداته امي من عندها تما في تصباتها وحمراته وصيفطات ليا محمر مقعد. هذا السلو باقي ما لحقتش ليه، دابا انا غندير غير السلو ديال اختي هو الاول حيت باغي نصيفطوه ليها، وديال الدار هنا ديالي انا وامي باقي ما درناهش، امي وحنان اختي. هذا القمح البنات شديته شطبته وديناه للفران وحمرناه، هذا راه محمر وكلشي، هذا راه القمح، هذا السلو غيدار بالقمح ان شاء الله والعسل وزيت الزيتون. خديت واحد الايطرو ديال الزيت زوين، ما تكونش الزيت البنات مجهده باش يجي السلو هكا المذاق ديالو زوين ويتكال. خديت زيت العود من عند هاد السيد نيت اللي تقديت من عنده في هاد الزنقه ديال القواس سمسو الركراكي،
هو يتقلس من عنده زيت العود بالحق فنه لاله 70 درهم لتر. عندي وحده ولكن شويه مجهده ما قدرتش نخلط بها سله وصافي. هذا الشيء اللي كاين. الاخت اللي بغات تشوف البيجامه انا نوريها لك، بغات تشوف هذه البيجامه هي والكري، هذه اللي لابسه والكري بحال بحال، غير هذه في الرمادي ناصح واخرى في الكري بارد. خديتهم 100 درهم القصاريات من محل ديال رواق النور، انا نوريها لك اختي بلاتي. ها الحريره يا البنات ديالنا، عرفتوا ريحتها عاطيه وفنه. نهز مطيشه وما نهش معاها في ديك البصيله حتى هي نهزها، كنحاول ما امكن نحيد الحمص باش ما نطحنش الحمص، نبغي الحمص يبقى عندي هنا في الثلاجه. الا كاينه شي قشره ديال الحمص ديال الحريره، شي قشره ديال مطيشه نحيدها. صافي غنجبد معكم البنات اللاطا، شوفوا شوفوا لي البنات، بقى ما كملتش الدوره، يلا وصل في 20 من 60 وصلت ل20. غنوريكم دابا غير الخضره باش تشوفوها، ما غطيتها ما والو، راكم شفتوا الحوته طابت، الحوته يا البنات طابت. غنوريكم الحوته كي جات من لداها نتوما، شوفوا شوفوا. كنقول لكم هذا راه كيطيب، راه كيطيب، انا عرفتو علاش؟ حيت فايت عندي، عارفاه كي داير، واعر فران واعر، وكانوا الناس كيسولوني الاخوات عليه، شتي مزال الفران الكبير راه ما كيطيبش الخضره، كتبقى معنصه، كتبغيو تسلقوها شويه ولا، هذا حيت صغيور كلشي كلشي كيطيبو مزيان. صافي غادي نطحن البنات داكشي اللي حيدت من الكميله، مطيشه والبصله، وزدت عليهم شويه الماء هكا. هادي تا هي البنات راه ديال طوريس، تا هي جابوها ليا فنه، بعض الاخوات كانوا كتبوا ليا الدجاج غيطرطق، انا درت فيه سخون من الكميله وزدت الماء من الروبيني وهي خدامه. كنديرش البنات الزيت في الحريره، كندير السمن، صافي كذا كافي. والله لو كتجي بنينه نتوما غتشوفوها، غتجي زوينه زعما مكرهتش تذوقوها. نخوي هنا باش نصفي، هقرا عندي الكبيره وشوفوا العكاز اللي فيها. صافي انا صفيت ديك مطيشه، دابا تشوفوا واحد اللوين غتعطي زوين، ممكن الا بغيتو ديروا مطيشه الحك ديروها، ما بغيتوش بلاش، انا ما غاديش نديرها حيت ديرها مطيشه براكه، غادي نردها فوق البوطه غير تبان لي بدات كتغلى، وندورها بشويه ديال الطحين ونزيد شويه الشعريه الا بغيتو، ما بغيتوش بلاش. دابا واخا يجيكم هاد اللوين هكا، ولكن غير كديروا الطحين كيولي فيه واحد اللوين زوين. ونسيت ما وريتكمش البنات هادو، خديت هاد المول هذا، هذا كتعجبني فيه كيكه كتجي طالعه وزوينه. واخت هادو بغيت ندير فيهم الطون، الملفه كنلقى غير دوك الكبار، الساعه لقيت عنده هاد الصغيرين عجبوني، ندير ليهم 14 ريال ما كاملين 2 درهم. عنده المولات كاملين، اي مول بغيتوه، والله الا بصح كنصح الحلاوي تمشيو عنده، حيت صراحه الاثمنه عنده ممتازه زوينه، الاثمنه عنده اوه شوفوا هانتو الروا راه باقي. صافي غنطفي عليه شي شويه، غادي ما يبقاش داك الروا غيشرب، غنطفي عليه في 10 يعني ما كملش دوره كامله. ها هو البنات الثمن ديال الفران 469 درهم، لا لي بريزون 20 درهم في المغرب كامل. بالنسبه لهاد الورقه راه ديال لا غارونتي، عامين لا غارونتي فيه. بالنسبه لا غارونتي شنو كيشمل؟ الا خسرت شي حاجه فيه، اما الا تهرست الدجاجه ولا لا، حيت الهرس ماشي عليهم. فهادشي اللي كاين بالنسبه للمعلومات انا قلت لكم كامل. بالنسبه للتنظيف ديالو ساهل بزاف، ما كياخذش وقت بزاف باش يتنظف، انا دابا راه ما توسخ ما والو، غير مع المده كيولي بحال هكا، درتو شي حاجه كتولي طير عليها، كيف تخرجوا اللاطا ديالكم ترشوا وتغسلوا باش يبقى ديما نقي هكا وزوين. هادشي اللي كاين، اي معلومه خاصه بالفران غنخلي لكم في اول تثبيت ديال التعليق ديالي، وهادشي اللي كاين خليكم معايا وتشوفوا. في البنات الحريره طلعات كما كتشوفوا، رميت شويه الشعريه، عرفتوا شوفوا اللوين كي داير، والله ما فيها مطيشه ديال الحك. غادي نقص الفوق وندورها. درت هنا الطحين البنات درتو في قرعه وصفيته باش ما تدوز ليا فيه حتى كويره، وصافي غندور. ما قال قطع مطيشه، ما قال حك مطيشه، ما قال حتى حاجه، طيبوا كلشي وهزوا طحنوا عاودوا صفيو ورطوا. غنبقى نحرك هكا نحرك هكا واحد ثلث ساعه، نحس بالدقيق طاب، ما تخليوش ما تمشيش تدوروا تحيدوها، راه الدقيق الا بقى خضر في الحريره يضركم. غادي نزيد فيها البيض، عندي هنا واحد جوج بيضات بلديين غادي نزيدهم، ولكن بصح كتجي زوينه عوض أيوة اللحم نديروا البيض. بسم الله هاي
باش ما يتكلش ليا في بلاصه وحده. صافي ونخلط. باش ما يوليش عندك اومليت. اييه انت فهمتي. لا عرفتي شنو كنا كانت كدير لنا امي هذا البيض بالحريره؟ هذا البيض بالحريره، الحريره بالبيض، كنا كنبقاو نقلبوا على الطروفه حيت امي مسكينه كتصير وكتلوح، كتلقى طرف كبير كتلقى، وكنبقاو نقلبوا كنبقاو نشدوا ديك الحريره كنبقاو نقلبوا على الطروفه حنا. شو واخا ديروا البلد ديال البنات ما كتجيش ريحه البيض ما كتجيش باينه اطلاقا، زعما تقولوا غتجيكم الحريره زفراء اطلاقا، كتجي فنه فنه الحريره. هانتوما صافي انا راه كنرمي البيض وغنطفي عليها. حريرتنا واش دات صافي البنات، ها حريرتنا واش دات، جات هي هذيك صافي يا البنات حريرتنا راه واش دات. انا كندوي على الحريره. هادي هي الشباكيه اللي بارطاجيت معكم في المنتدى ديال امينه المسكينيه، شهيوات امينه المسكينيه. هادي ما فيها لا قوام لا حتى حاجه، هادي سواقيه. الناس اللي كيبغيو الشباكيه سواقيه بحالي كنحماق عليها، ولكن شوفوا شوفوا كيما جعبه وزوينه، شباكيتها واعره فنه. ها هو اللي كنت نهضر لكم على البنات الطرفي كنبقى نقلب علينا وخوتي باينه تحطوا لها دابا. هي الاولى على ليا حق الله حق الله باينه ديك ليا ما ترجع فيها شويه شويه. اي فوالا ها هي حريرتنا، مسحوا هادشي اللي قطع ضروري. نوريكم غير القوام ديالها بالمعلقه وشتو فيها، لا ما بيشات الحك ولا حتى حاجه، زوينه حمراء فنه. فيها تقريبا كيلو ديال كيلو ديال الفورس، فيها كيلو ديال المطيشه. وهنا شوفوا شحال باقي لك ديال الحريره، راه باقا جميله تبارك الله. هذه البنات الحوته ديالتي فنه فنه، دار الحامض مسكين شتو كي ولا، ولكن راه جات مجيمره وزوينه ومحيمره. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزهو. نعطيهم يتعشاو بكري شويه ونوريك، نوري الاخت اللي بغات البيجامات ونوري الاخت اللي بغات الغلاقه ديال كوكوطا تنهي تفكريني. سلام البنات لاباس عليكم، اش اخباركم؟ بخير هانيين كدرين مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير، ونتمنى تكونوا صحه جيده وما تديوش على وجهي. راه غير هذا اش كيقول انا هايله الفلتر البنات، اما وحق الله راه وجهي ما فيه ما يتشاف. نبغي بعدا نشكر الخواتات اللي دعاو معايا كاملين اللي دعاو مع مول الدار، نبغي نشكركم بزاف بزاف بزاف. لهلا يخطيكم الله يحفظكم والله يجعل دعواتكم كاملين في ميزان حسناتكم. ونشكر صحاباتي كلهم كلهم بدون استثناء، سواء صحاباتي ديال اليوتيوب سواء صحاباتي من المتابعات اللي عندي في الواتساب، كلشي وعائلتي اللي وقفت معايا بزاف. ونشكر مارت لوسي حتى هي بزاف، ونشكركم كاملين كاملين وحق الله بدون ذكر الاسماء باش ما ننسى حتى شي اخت. نبغي نشكركم كاملين الناس اللي بكاو معايا وحق الله الحمد لله والشكر لله. راه كنت في واحد الحاله ما نقولش لكم البنات، كنت واحد الحاله يرتلاها، ولكن الحمد لله دابا اللهم لك الحمد الامور غادا كتحسن بخير. بالنسبه للاخوات اللي سولوني مشينا عند الطبيب لقينا عنده ثنائي القطب، راه بزاف الاخوات غادي يعرفوا هذا المرض. الحمد لله كاين الدواء كاين العلاج اللهم لك الحمد. كاين واحد تقريبا غنبقاو ثاني غدا ان شاء الله، كنقول واقيلا كل سيمانه يمكن غتكون جلسه والله اعلم. المهم كنمشيو عند الطبيب كاين تحسن، وحتى الانسان اللي كيكون كما تنقولوا حنا قريب من الله كيتشافى دغيا، ومضطرين كيصلي وكل شيء، زعما ما كيديرش شي حاجه خايبه. راه والله عمرها دار كما قالت لكم خديجه القمري والاخوات اللي قرابين ليا راه كيعرفوا، راه الله يعمرها. الانسان دخل سوق راسو لابعد حدود ابعد حدود، ما عندوش مع المشاكل اطلاقا، ما عندوش مع الصداع، بلاصه المشكله هو تيخويها. ولكن كاينين ضغوطات البنات، كاينين ضغوطات، كاين حق ما تخادش، كاين بزاف د الحوايج، وهذا الشيء البنات كما تنقولوا حنا كيدير تراكمات، بقى داك الشيء كيتخزن 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 حتى جا واحد النهار والانسان طاح. ولكن الحمد لله كما قلت لكم وشكرا لكم بزاف وحق الله الا قلتها لي، قلت لي عرفتي شحال البنات دعوا معاك، قال لي الله يجعلها في ميزان حسناتهم، راه هو ما تيبانش. اما كنشكركم وشكركم بزاف وقال لكم لهلي كتب عليكم شي حاجه خايبه وصافي. هادشي اللي كاين. نبغي دابا البنات نوريكم البيجامه اللي بغات الاخت، ها هي عرفتي هاد البيجامات راهم سامبل وزوينين من التحت، ما كاينش عندهم الفرافر ما والو، هنا عندهم لاستيك في الكميمات. انا غنوريكم هادي، ها هي واحد الاخت كتسكن بعيده وبغات توصي شي حد يجي ياخذها لها من كازا. كاينه في قصاريات في دير السلطان موجودين، انا خديتهم من رواق النور، واحد المتجر كاين في كراج علان هو في الصفر سميتو رواق النور، خديت الاولى قيست عجبتني وانا رجع خديت الثانيه. كاينين في الموف كاينين في اللوينات في النور. نوريكم كيفاش دايره، هانتوما هنا جي عندها واحد السويه بحال الكبيرات
وهنايا ها نتوما حتى هنا كاين لاستيك في الكمام. ها التحت ديالها عادي، شفتوا عادي التحت ديالها، ما كاين لا فرافر لا والو. انا الصراحه ما تيعجبونيش الفرافر، غير حاجه تكون سامبل وزوينين. انا خديت حيت انا راه عزيز عليا القري بزاف، خديت القري وخديت حتى هو هذا راه قري وفيه الكحل، كاين الكحل البنات وفيه خطوطه بالقري كما كتشوفوا. واحد السؤال اخر، واحد البنت صورتني على لاباري قالت لي بالنسبه لاباري السيليكون واش كتلصق بوحدها. انا راه عندي الدراس تقادت على حسب الدراس. بالنسبه لواحد الاخت قالت لي واش كدير الريحه، اطلاقا اطلاقا واش كدير الريحه. انا راه تقريبا خليتها 15 يوم على حساب كنت يلا مركبه وضراتني بزاف ودارت لي الوسيس، وهنايا هنا ولات يعقرني ما حيدتهاش. حيت الا حيدتو لاباري في الاول عمركم غتوالفوها، غتصبروا ليها غتصبروا لاباري البنات تتشد بلاصتها مزيان، ومن بعد تحيدوها هكا يومين تحيدوها. هي هاد لاباري بزوينه ما كتكونش فيها الماكله، يعني واخا كتحيدو كتلقاوها باقا مزيانه، ما كديرش الريحه اطلاقا، مش كدير الريحه. بالنسبه للكوكوط ها هي، ها هي بالك اختي شي صدى، ها هي راه ناشفه ومطيبهش كاع فيها. نحيد كاع الجنكه باش تشوفي. هانت اختي الله اعلم تكون كل شيء ماركه عيانه راه تصدي الله اعلم. المهم هادو زوين، هادي طوريس، هاد الكوكوط طوريس البنات ها هي، وتا الاخرى طوريس هيا بلاصه الجلده كلها نقيه شوف. هانتوما بالنسبه لواحد الاخت بغات البغرير في البلانشا، واخا ان شاء الله باذن الله الا طلقاتني الظروف هاد السيمانه ان شاء الله ننزلو معاك. وكنشكر واحد الاخت اللي هي بناتي حياتي قالت لي بقيت حطي كل نهار، قالت لي واخا ديري غا ها فطوري ها ان شاء الله ان شاء الله. دابا انا ولفت ما بقيتش نحط كل نهار، ولا تجيني صعيبه نصور كل نهار وحق الله. وشكرا لكم وسمحوا لي على التقصير ديالي في التعاليق، وحق الله الا سمحوا لي بزاف راكم عرفتوا والله الا كنبغي نحاول ما امكن. دابا غنسالي وغنمشي نجاوب على الاسئله ونكمل التعليق للاخوات اللي كاتبين ليا. وشكرا لكم بزاف وحق الله دعيتوا معايا وكفيتوا ووفيتوا، لهلا يخطيكم لهلا يكتب عليكم شي حاجه خايبه، سواء نتوما سواء عائلاتكم. والله يحفظكم والله ينجيكم والله يبعد عليكم شر الخلق. غنقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر. خليت لكم الراحه وفي امان الله.